الاجواء قبل مباراه الاهلي وبيراميدز، وانت عارف كمان تاثير نتيجه المباراه على حسم يمكن المركز الثاني بالنسبه للبيراميدز ونادي الزمالك. خلينا نتكلم على الجزء الفني شويه، وتكلميني برضو على الجزئيه ديت، ان النادي الاهلي طبيعي بادائه دايما، وهو مكان في اعتقادي الشخصي مكان بعيد تماما عن التفكير في هذه الجزئيه، جزئيه ان الصراع الدائم الغايب في الاسابيع الاخيره ما بين نادي الزمالك وبيراميدز لحسم المركز الثاني للوصول السنه الجايه لتمثيل مصر في الشامبيونز ليج. شوف، هقول لك على حاجه. ما حدث من الاهلي هو لحظه تاريخيه دائما بيثبت فيها النادي الاهلي المفترض إنه هو دائما فريق بيلعب للفوز. صحيح. وانه فريق ما عندوش حسابات الوسطى بعلاقه نتيجه المباراه بالاخرين. الحقيقه دي حته لابد اننا نذكرها، يعني هذا الموقف تكرر تاريخيا تقريبا مثلا تقول مثلا في اخر 20 سنه مثلا 15 مره، في كل مره النادي الاهلي بيلعب وهو عنده هدف واحد. يعني النادي الاهلي امبارح رغم الظروف انه عنده بعد 6 ايام مباراه افريقيه مهمه جدا مع الوداد، ظروف ان عنده اصابات كتير، ظروف ان عايز يحافظ على لعيبه ممكن هيحتاجها في مباراتين ما بينهم 6 ايام، ما بين مباراه الذهاب والعوده 6 ايام، هيلعب الاهلي يوم السبت وبعدين هيلعب يوم الجمعه مباراه العوده. في كل الظروف دي لا، الاهلي بيلعب بتشكيله شبه الاساسيه، يمكن لا يغيب عنها الا اضطرارين علي معلول اللي هو اصلا مش موجود، لكن كل اللعيبه المتاحين لعبوا. ثانيا، مستوى اداء النادي الاهلي كان تقريبا بيلعب بنفس الاستراتيجيه اللي حطها موسيماني. ناس كتير تقول لك ايه وانت بتحكم على موسيماني من مباراتين؟ لا، انا دايما بقول ان الحد الادنى للحكم على اي مدير فني هو 10 مباريات دايما كده. حتى في اوروبا المدير صحيح. الفني اللي جاي ده ما يقدرش يقول لك بعد 3 4 مباريات حتى لو ظهر، لكن انت بتقرا استراتيجيه بس، ممكن تكون ما تنفذتش بنسبه 100%، بتقرا الاستراتيجيه. استراتيجيه موسيماني مختلفه شويه عن فايلر، وعلى فكره مش عايزين نقول ان فايلر كان عصره سلبي، هو فايلر بنفسه اختار ان هو يسقط ما بين العظماء المدربين، لكن كان بامكان فايلر دخول قائمه العظماء بتاع المديرين الفنيين اللي جم للنادي الاهلي من الاجانب، زي نوعيه هيديكوتي، نوعيه ديتريش فايتسا، نوعيه مانو جوزيه، اللي كان ممكن لولا ان هو قعد يفكر تفكيرات كتير ان هو هيمشي هيقعد وكورونا، وهو عنده كورونا اكتر في بلده من عندنا. صح. يعني كورونا اللي عندهم اكتر من عندنا. كل الامور ديت حرمته من انه يكون ايقونه كبيره جدا في تاريخ النادي الاهلي. المهم ان موسيماني مشي على استراتيجية دي. اولا ان موسيماني مش بنحكم عليه من الثلاث مباريات اللي ادار فيهم الاهلي، لا، حتى السبع سنين اللي شفناه مع سان داونز، وسان داونز ما كانش بعيد عننا، يعني سبع سنين سان داونز بتشوفه كل سنه لان الاهلي بيلعب كل سنه في دوري الابطال، والزمالك بعض السنوات صحيح. بيلعب في دوري الابطال، فموجود فبنشوفه كتير. حتى لما النادي الاهلي خرج من البطوله مبكرا، الزمالك لما وصل في 2017 الى النهائي كان هو مع سان داونز، فشفناه، شفنا طبعا مستوى اداء سان داونز. اكتر الفرق الافريقيه اللي شفناها على مستوى الشامبيونز ليج بتلعب قدام الاهلي والزمالك سان داونز، يعني تحس بالزبط. ان احنا اسلوب الفرقه عارفينه، وحفظنا اللعيبه الطريقه. فهو بص، موسيماني من المدربين اللي مش كتير في افريقيا اللي مهتم بان الكره الجميله. خلي بالك ان في مدربين هو ما يهموش غير النتيجه بس، زي هيكتور كوبر كده مثلا. هيكتور كوبر لما جه في الكره المصريه، على الرغم ان وصلنا كاس عالم وطلعنا نهائي افريقيا اللي احنا ما عملناهاش بعد كده، يعني او قبل كده، قبليها في الدورات اللي قبليها بتاعت كاس العالم، لكن ما حدش ابدا كان في مصر راضي عن شكل الفرقه، يعني كان دايما باستمرار هو عايز يكسب، ازاي مش مشكله يروح كاس الامم الافريقيه يلعب مثلا في البطوله 6 مباريات يسجل 5 اهداف، يعني معدل اقل من هدف بس وصل لنهائي. تيجي لو انت البطوله اللي فاتت كنا مسجلين معدلات اهداف اكتر، ولكن خرجنا من دور ال 16. ففي حاجه ملمح عام كده ان هو يحب الكره الجميله، يعني النادي الاهلي في الفتره ديت ادى كوره شكلها حلو، يعني انا اكد كلام حضرتك في لقائي معاه، هو تقريبا قال نفس الكلام، قال النادي الاهلي بيكسب، طبيعي ان النادي الاهلي بيكسب، لكن هو شايف ان النادي الاهلي ممكن يكسب بشكل افضل، وهو ما بين قوسين كلمه الشكل دي هو بيتكلم على الاداء، انك تعمل المعادله الصعبه في التدريب شويه، انك بتادي بشكل الناس شايفه انه شكل رائع جدا وكمان نتيجه ايجابيه، دي معادله صعبه. وفي اعتقادي ان موسيماني عنده، يعني عنده امكانيات اولا اللعيبه، وعنده من الافكار انه يطبق دوت.
في بعض اللاعبين ممكن نشوفهم السنه الجايه في النادي الاهلي تطبق فكره بشكل كبير. فعايز اكد كلام حضرتك ان فعلا الكلام ده مظبوط.